ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، لم يكشف الاحتلال بعد عن موقفه تجاه تصويت الفلسطينيين في الداخل. ما القرارات المتوقعة لتصويتهم؟ نعم، الاحتلال الإسرائيلي قبل هذه التجربة كان هناك تجربة العام 2006 في انتخابات نزيهة شهد لها العالم أجمع، حيث قام فور انتخاب الشعب الفلسطيني وخروج صوت الشعب بفوز حركة حماس بأغلبية، فورا قام بخطواته الميدانية باعتقال النواب في المجلس التشريعي والمنتخبين، وكذلك اعتقال كل من شارك في الحملات الانتخابية وغيرها من هذه الإجراءات، ومن ثم ألحق ذلك بحصار ما يعرف بحصار الرباعية الذي فرض عدة شروط تعجيزية، حتى أنها شروط مخالفة للقوانين الدولية التي تقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من حدود 4 حزيران عام 67 بحسب القوانين الدولية. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يراهن على خطواته وبطشه ميدانيا وترهيب وتحذير الشخصيات والقيادات والنقابيين والأكاديميين الذين من المتوقع ترشحهم للانتخابات. هذا مؤشر حدث خلال الأيام الماضية بأنهم يقومون بالتهديد وأجروا عدة اعتقالات حتى اللحظة، ولكن ليست حملات واسعة. هذا مؤشر على أنهم من المرجح أن يذهبوا باتجاه تكرار تجربة عام 2006، بحيث يقال بأنه لا يوجد في الشرق الأوسط إلا راحة الديمقراطية فقط إسرائيل، وأما غيرها من الفلسطينيين والدول العربية المجاورة فهم لا يحبون الديمقراطية ولا يلتزمون بالديمقراطية، وأن إسرائيل فقط هي واحة الديمقراطية. هذا ما يريده الكيان الإسرائيلي، وأيضا يحذرون ويخافون من وصول المقاومة إلى سلطة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة كما حدث في العام 2006. سيد محمد، كيف يمكن أن تتعامل السلطة الفلسطينية مع هذا الرفض لإجراء الانتخابات من قبل قوات الاحتلال؟ وجب على المجتمع الدولي الذي ضغط باتجاه إحداث الانتخابات، والذي ومن قبله المجتمع الدولي الذي رعى اتفاقية أوسلو وبينهما جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، أن يكون هناك موقف جدي واضح، لأنه عدم وجود القدس في أجندة الانتخابات يعني أن صفقة القرن التي بدأها دونالد ترامب هي تنفذ وبوجود بايدن. إذن المخطط الأمني للإسرائيليين والمخطط السياسي والمخطط التاريخي تديره وترعاه الإدارات الأمريكية بغض النظر عن من فيها. هذا دلالة على أنه إذا منعت إسرائيل الانتخابات في القدس المحتلة وشوشت الانتخابات وعرقلت وأجرت عمليات ترهيب للفلسطينيين باعتقال أفراد حماس والجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل المقاومة، هذا يعني أننا أمام خطة مستمرة لم تنقطع، بدأها ترامب ومن قبله أوباما الذي نفض كل ما أراده الشعب العربي سواء في التوراة العربية أو حتى في فلسطين، وأتى بانقلابات عسكرية وأتى بتحولات اقتصادية ومعيشية وعدالة اجتماعية، يعني دمرت الساحة العربية وأسموها أنها نتاج الربيع العربي وكانت خطط أمريكية. لذلك الآن الأنظار تتجه نحو البيت الأبيض، ما دوره وما موقفه من الانتخابات الفلسطينية وما موقفه من الاحتلال في أي إجراء خلال الأيام والأسابيع القادمة على أرض الواقع، هل لمنع الانتخابات أم أنه يريد فقط أن يبقي على معادلة أخطر، وهي أنه لا وجود للديمقراطية في الشرق الأوسط إلا فقط في إسرائيل. هل سيكون هنالك تغييرات في الموقف الأمريكي أمام الإدارة الأمريكية الجديدة إذا تم إجراء هذه الانتخابات فعليا؟ الاحتلال الإسرائيلي لديه معادلة مهمة، وهي حفظ الاستراتيجية القائمة على أساس انتزاع الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس أنها حل الدولتين قد ألغي، لأنهم لا يؤمنون بحل الدولتين، وهناك أصوات كثيرة في الإدارة الأمريكية خاصة أن جلها من اليهود الآن يسعون إلى تطبيق خطة صفقة القرن التي بدأها دونالد ترامب والرامية إلى ضم الضفة الغربية وفقط إعطاء سيادة منزوعة السلاح، سيادة وهمية
لدولة فلسطينية من غزة وبعض أجزاء من سيناء. هذا المخطط واضح أن الإسرائيلي لا زال مستمر فيه، لا زال يحاول من خلال الإدارات الأمريكية المتوالية أن يضغط بأن يتم تنفيذه. بايدن لن يكون أكثر جدية من دونالد ترامب مع الفلسطينيين ولا مع العرب. الديمقراطيين حكموا من 2008 حتى 2016 وكان لديهم السلبيات الكثيرة، أبرزها أنهم هدموا الربيع العربي والثورات العربية وأتوا على أنقاضها وأنقاض دماء الشهداء في الميادين، ميادين الحرية، جاءوا بانقلابات عسكرية لتحكم وقالوا بأننا الديمقراطيون أصحاب فكرة الديمقراطية وأصحاب فكرة حماية صوت الشعب، لا يحمون صوت شعب يريد أن يذهب وينشد بحريته نحو الاستقلال. لذلك الديمقراطي أو الجمهوري سينفذون الخط العام، الخط الأحمر الذي أعطي وعدا من الأمريكان للإسرائيليين بأنهم سيبقون حفاظا على أمن إسرائيل وحفاظا على استراتيجيتها، وأن تبقى واحد ديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وستدمر كل معادلات الانتخابات في المنطقة. الضامن الوحيد لخروج الفلسطينيين من المشهد المؤلم القادم هو أن يكون هناك دول وازنة في الإقليم ودول وازنة في العالم تردع أو تضع حدا غير مباشر للتدخل الأمريكي، وكذلك تردع إسرائيل بأنه لا بد للفلسطينيين من أن يأخذوا فرصتهم لاختيار من يمثلهم حتى يكون لديهم القرار الاستراتيجي نحو تطبيق القرارات الدولية. شكرا جزيلا لك الصحفي والمحلل السياسي محمد القيق، حدثنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة.